أرجو أن تستغفر الله مع العدادة الذي موجودة في المقطع. قبل فترة قصيرة من الزمن تواصلت معي امرأة تسألني في رؤيا رأتها وتعجبت منها. بعدما قصت علي رؤياها سألتها سؤالا واحدا فقط: ما الخبيئة التي بينك وبين الله؟ فالرؤيا كانت واضحة وضوح الشمس أن هنالك ثمة عمل تقوم به هذه المرأة بينها وبين الله تعالى. فحدثتني أنها تواظب على ذكر الله تعالى وبالأخص الاستغفار عددا كبيرا جدا في اليوم الواحد. وحينما سألتها عن العدد تفاجأت أنها تستغفر الله في اليوم أكثر من 15,000 مرة، بل يصل بها أحيانا أن تستغفر الله في اليوم 25,000 مرة. قلت لها: ببركة هذا الذكر وهذا الاستغفار أراك الله تعالى هذه الرؤيا المبشرة. قبل حوالي شهر من الآن سألتني امرأة: هل الاستغفار يحقق الأمنيات؟ فأجبتها: نعم بلا شك يحققها. فطرحت علي سؤالا: كم العدد الذي أستغفره في اليوم؟ فأجبتها: من ضاعف ضاعف الله له. فكانت إجابتها: إني أستغفر الله في اليوم 10,000 مرة. سبحان الله. وبالأمس رفعت العدد إلى 20,000 مرة، ما أعظمها من همة. وقبل أسبوع من الآن سألتني سائلة تطلب ذكرا تأتي به لتزداد في الفهم وفي سرعة الحفظ ولصفاء الذهن، فاستبقتها بسؤال: هل تداومين على ذكر معين وتواظبين عليه؟ فكان ردها المفاجئ لي، تقول: أواظب على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 1,000 مرة، والاستغفار 1,000 مرة، ولا إله إلا الله 1,000 مرة بعد الفجر، و1,000 مرة قبل النوم، و800 مرة خلال اليوم. قد يظن البعض بأنها لا شيء يشغلها، لا، بل هي متزوجة ولديها أسرة وعندها 3 أطفال. ولكن الهمة إذا ناطحت السحاب وبلغت سما الثريا فلا شيء يقف أمامها.